عملت لها بقى حاجة غريبة جدا، ودي ما حصلتش قبل كده، غير مسبوقة في مصر، اللي هي الأغاني اللي هي الأغنية دقيقة ونص. يعني دلوقتي الأغاني بقت دقيقتين وثلاثة، ممكن الكليبات والحاجات دي 3 دقايق 5 دقايق، لكن أنا دي أول أغاني تتعمل قصيرة ومش موجودة في الأغنية. أنا عملت لها في الفيلم، فيلم امرأة عاشقة، الأستاذ حسين فهمي ومحمود مرسي الله يرحمه، والجميل كمان في وإخراج أشرف فهمي الله يرحمه. الجميل في الأغاني دي إنها بتعبر عن الموقف، بس هي ما بتغنيش، يعني الموقف نفسه بتبقى مثلا بترقص مع حسين فهمي، فبتتكلم بتقول الفرح. وهما 3 حاجات: تعبانة نفسيا وملولة في بيتها، فبتقول ملل ملل ملل، الدنيا ليه بقت ملل، وهكذا. في فرح وهي حزينة وبترقص مع حسين، فبتقول فرح فرح فرح، ولحد أنا رسم جرح. آخر حاجة اللي هي الفينالة بتاعت الفيلم، قدر قدر، ومين بيهرب من قدر، ومين بيقدر على القدر، مدام قمر، مدام حكم، مدام قمر، مفيش مفر، قدر قدر قدر. فنسمعهم مع بعض، لأن دول مش موجودين في أي مكان تاني.